الإنذار المبكر يحذر من أمطار في 7 محافظات ويدعو للابتعاد عن مجاري السيول. تفاصيل الخبر، أهلا بكم. حذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر اليوم من أمطار في 7 محافظات يمنية خلال الساعات القادمة، داعيا المواطنين للابتعاد عن مجاري السيول. وقال المركز في بيان اطلعت عليه قناة سهم الإخبارية إن من خلال تحليل خرائط الطقس المختلفة وصور الأقمار الصناعية التي تشير إلى تدفق للرطوبة من البحر الأحمر وغرب خليج عدن نحو المرتفعات الجبلية الغربية، وبالتالي تتشكل السحب الركامية الممطرة والشابورة المائية والضباب، ونبه المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول وسائقي المركبات على الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب، خصوصا على الطرقات الجبلية في محافظات صعدة وحجة والمحويت وصنعاء وريمة وإب وتعز. نسأل الله السلامة لجميع ودمتم بألف خير.